ومن بيت جالة إلى مدينة المهد، حيث أحيت مؤسسة يوحنا الثاني حفلاً روحياً من أجل السلام، وذلك في قاعة العمل الكاثوليكي ببيت لحم. تخلل الحفلة تراتيل بألحان شرقية وغربية أحيتها جوقة صوت الملائكة، وعرض أيقونات وإضاءة شموع لطلب السلام. المزيد في رسالة الأرض المقدسة. من رتل صلى مرتين، بتنظيم من مؤسسة يوحنا بولس الثاني وبالتعاون مع مؤسسة العمل الكاثوليكي في بيت لحم، أقيمت أمسية ترانيم روحية أحيتها جوقة صوت الملائكة بقيادة الأستاذة نيلي فضول، وبحضور الأب إبراهيم فلتس نائب حارس الأراضي المقدسة ورئيس بلدية بيت لحم الأستاذ أنطون سلمان، وعميد مؤسسة العمل الكاثوليكي الأستاذ أنطون مرقص، وممثلي المؤسسات والراهبات، وحشد كبير من المؤمنين. صدحت أصوات المرنمين لتعانق القلوب تراتيل بألحان شرقية وغربية متنوعة من مختلف الكنائس وبلغات عديدة نالت إعجاب الحضور. تخللت الأمسية كتابة ورسم أيقونات على وقع التراتيل التي لامست القلوب، كما وزينت القاعة بعدة أيقونات كتبت بريشة الفنان نيكولا إشحة وبرائحة البخور والشموع أضاءت فرحاً وسلاماً داخلياً للحضور. اليوم بدنا نصلي، بدنا نلتقي لله، نطلب أنه يحل السلام، يتحقق السلام وتنتهي هذه الحرب، ويرجع ان احنا المسيح اتولد هون. المسيح هو امير السلام، اتولد في هذه المدينة المقدسة، مدينة بيت لحم اللي بقالها سنين طويلة ما شفتش السلام. ان شاء الله الله بيسمع ترنمنا، بيسمع صلاتنا، بيسمع هذه الاصوات والصلاة اللي هي نابعة من القلب، بتطلب السلام، بتطلب ان يحل السلام، وان شاء الله بيتحقق هذه الامنية، لان هي أمنية العالم كله. العالم كله محتاج أنه يتحقق السلام في هذه البلاد المقدسة، لأنه كلنا بنعرف إذا ما تحققش السلام هون مش ممكن يتحقق في أي مكان في العالم. رسالتنا اليوم هي رسالة توحيد، هي رسالة صلاة، هي رسالة صمود، هي إيمان بأن دايما في غد جديد، ممنوع الاستسلام، دايما صمود، والشغل مع الشباب والصبايا لأنه جدا مهم، لأنهم هم المستقبل. أصوات رنمت لرب الأرباب،
رنمت للإله القدير سائلين السلام وطالبين الأمان. هي رسالة من خلال هذه الأصوات الملائكية، رسالة صلاة، خصوصا في هذه الأوقات العصيبة التي تعيشها المنطقة، رجاء وصرخة لوقف الحروب وأن يحل السلام في العالم. فمن رتل صلى مرتين. للنرسات مارلين الحدوة من مؤسسة العمل الكاثوليكي بيت لحم.